عاموس واحد. كلام عاموس اللي كان بين الرعاة من تقوع بخصوص اللي شافه عن إسرائيل في أيام عزية ملك يهوذا وفي أيام يربعام بن يؤاش ملك إسرائيل قبل الزلزال بسنتين. فقال: الرب بيزمجر من صهيون ويدي صوته من أورشليم، فتنوح المراعي بتاعت الرعاة وتنشف قمة الكرمل. كده قال الرب عشان خاطر ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة مرجعش عنها، لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد، فأبعت نار على بيت حزائيل فتاكل قصور بنهدد، وأكسر عرض باب دمشق الحديد اللي بتتحط وراه، وأقطع اللي ساكن من منطقة آون واللي ماسك القضيب من بيت عدن، ويتأسر شعب أرام لقير. قال الرب كده قال الرب عشان خاطر ذنوب غزة الثلاثة والأربعة مرجعش عنها، لأنهم أسروا شعب كامل عشان يسلموه الأدوم، فأبعت نار على سور غزة فتاكل القصور بتاعتها، وأقطع اللي ساكن من أشدود واللي بيمسك القضيب من أشقلون، وأرد إيدي على عقرون فيضيع بقية الفلسطينيين، قال السيد الرب. كده قال الرب عشان خاطر ذنوب سور الثلاثة والأربعة مرجعش عنها، لأنهم سلموا أسر شعب كامل لأدوم ومفتكروش عهد الإخوة، فأبعت نار على السور بتاع سور فتاكل أسرها. كده قال الرب عشان خاطر ذنوب أدوم الثلاثة والأربعة مرجعش عنها، لأنه مشي بالسيف ورا أخوه وبوظ المراحم بتاعته، والغضب بتاعه على طول يفترس ويخلي غضبه الشديد على طول، فأبعت نار على تيمان فتاكل قصور بصرة. كده قال الرب عشان خاطر ذنوب ولاد عمون الثلاثة والأربعة مرجعش عنهم، لأنهم شقوا حوامل جلعاد عشان يوسعوا الحدود بتاعتهم، فأولع نار على سور ربة فتاكل القصور بتاعتها بدوشة في يوم الحرب، بنوة في يوم الزوبعة، ويروح الملك بتاعهم للأسر هو ورؤسة بتوعه كلهم. قال الرب.